غادي نخرجوا شويه على التقليدات ديال تقديم الجوائز، وهذه مناسبه من خلال سي ايوب من كفاءات مغاربه العالم، اللي كنبغي كذلك هو من خلاله نوجه تحيه لكل الكفاءات المغربيه في الهجره وما اكثرها، وهي التي نعرفها بالدياسبورا المغربيه. فاذا ما يمكنش نخلو المحطه تفوت بدون، لانه كتعرفوا في الواقع دائما التصقت مؤخرا واحد الصوره نمطيه بالمهاجرين، وان واحد العدد ديال الاختلالات تنسب الى المهاجرين، وهذا غير صحيح على الاطلاق. فهناك مهاجرون ناجحون ورفعوا العلم المغربي في شتى الاصقاع يرفرف عاليا، ونحن الان امام نموذج. فباسم الجميع اهنئه واتقدم اليه الجائزه المتواضعه.